ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ربنا قبل أن يخلق البشرية من صلب آدم أخبر الملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة له، وأمر الملائكة بعد أن نفخ في آدم من روحه أن يسجدوا جميعا لأبينا سلام الله عليه، واستجاب الملائكة جميعا إلا إبليس. وبتعبير القرآن الكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس ما سجد فأصبح من الفاسقين، وهو أول الفاسقين وسيد الفاسقين. هذه التجربة رآها آدم، لأن آدم إنما أصبح مسجودا للملائكة بعد خلقه وبعد أن نفخ الله فيه من روحه. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. بعد ذلك أدخل الله آدم وحواء في الجنة وأباح لهم ما فيها إلا شجرة واحدة، قال لهما: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. كانت الشجرة في علم الله شجرة الطرد، أي أن آدم كان مكلفا أن لا يقترب منها، وليس فقط أن لا يأكل منها، فكيف إذا أكل؟ وكان الله عز وجل أراد أن آدم لو اقترب منها وأكل يطرده من الجنة. هذا قرار اتخذه الله مسبقا. زين، كان من الممكن أن قضية سجود إبليس وعدم سجود إبليس وقضية الملائكة قد انتهى. الله طرد إبليس من ملكوت السماء وآدم دخل الجنة، انتهت القضية. لولا أن آدم لم يعمل بهذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا آدم، يا من اصطفاك الله، آدم صفي الله وجعلك خليفته، رأيت كيف أن إبليس لم يسجد لك، أي أنه يحمل عداء خاص إلك، وكيف أنه فسق عن أمر ربه. كان المطلوب أن لا يسمع آدم كلام إبليس، خاصة أن من يرتكب معصية من معاصي الله أن يتجرأ على رب العزة والجلال ويعصي، كيف يوثق به؟ اللي يعصي ربه ما يعصي، اللي يخادع الله ألا يحاول أن يخدعك؟ الذي يعادي الله ألا يعاديك غدا؟
إذا رأيت في أحد خلة الفسق فالفجور فلا تثق النبي أبدا، مهما حلف لك، مهما تظاهر بأنه صديق لك، مجرد أنه فاسق يكفي لكي لا تسمع كلامه. طبعا الكذاب قد يصدق، الفاسق قد يقول خبرا صحيحا، ولذلك ليس المطلوب دائما أن نرفض ما يقوله الفاسق، إنما المطلوب أن نتبين. أقول لو أن آدم أخذ العبرة في طرد إبليس من ملكوت الله، وهو الذي عرف أن إبليس فسق عن أمر ربه، كان مطلوبا منه أن لا يسمع منه الاقتراب إلى تلك الشجرة، هي شجرة الطرد، لكن إبليس جاء وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ترى يا آدم الله ما نهاك عن هذه الشجرة إلا لأن من يأكل منها يخلد في الجنة، الله ما يريد يخليك خالد، أكل زين أكلت، يعني رب العالمين ينجبر يضطر إلى أن يبقيني في الجنة؟ وقاسمهما إني لكما من الناصحين، حلف بالله أن هذه شجرة الخلد وكانت شجرة الطرد. زين اللي يعصي ربه حلف كذابي ما يحلف، حلف كذابي هم يحلف عادي. الخطاب هنا للذين آمنوا على مر التاريخ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مجرد الفاسق قال شيء حلف ظاهر أمره كان صادق تبين، لا تقبل كلامه لأنه فاسق، قد يبيعك بلقمة، فهو الذي لا يمكن الثقة به كشخص لا يمكن الثقة بكلامه أيضا. طبعا المجتمعات الإيمانية، إذا افترضنا مجتمع إيماني كل مؤمنين، هذا معناه ما بي كافرين وملحدين بس بي فاسقين. الناس ينقسمون إلى ثلاث فيما يرتبط بظاهر الإيمان، يعني هنالك مؤمن صادق بينه وبين ربه، لا يعصي الله في شيء لا في الخلأ ولا في الملأ، صادق هذا مؤمن. عندنا من يتظاهر بالإيمان وفي واقعه يعصي ربه، هذا منافق. عندنا من يؤمن بالله ويطيع الله أحيانا ويفسق وينحرف ويعصي الله أحيانا أخرى، هذا هو الفاسق. وأساسا الفسق هذه الكلمة جذرها من فسقة التمرة، التمرة تجي في البداية بشكل معين، بعدين تصير بسر، بعدين تصير رطب، يوم اللي يصير رطب يسمونها فسقت، يعني الجلد هذا ظاهر الجلد أنه تمر كامل لكن داخله لين، إذا هذا غلاف الرطب أنت شلته ما أسرع الفساد إلى داخل الرطب الذي بدون غلاف. فاسق الشكل، الفاسق بعد إيمانه مو قوي في داخله اللي يمنع عن معصية الله في الخلأ والملأ، ففسق الرجل بشكل عام يعني انحرف، يعني عصى، يعني ارتكب ذنب، وأيضا يعني أن داخل بعد الإيمان ماله مو قوي، إذا قدر يكذب يكذب، إذا قدر لمصلحة ما لقضية من القضايا يعصي ربه ما يتورع عن معصية الله. أكو ناس لا مؤمنين أمام الإغراء، مؤمنين صادقين لا يمكن شراء ضمائرهم بمال الدنيا كلها، ولا يمكن أن التهديد يعمل فيهم، لا التهديد يخليهم ينحرفون عن جادة الصواب ولا الإغراء، هذا صاير تمر، تمر بعد ما يصير رطب يوم اللي يجف الماء اللي في داخله صار تمر، يمكن يبقى سنوات ما يفسد بس الرطب بسرعة يصير فاسد، فسقت التمرة. هؤلاء الفاسقون في
في الحقيقة هم طفيليات المجتمع الإيماني، وهم مشكلة المجتمعات الإيمانية. فسق المنافقين يمكن اكتشافهم بسهولة، وإذا اكتشفوا فالمجتمع عادة يطردهم، وهم طبعا خطرين على المؤمنين. لكن الفاسق أيضا خطير، لماذا؟ لأنه مو دائما يعصي ربه. مثل قصة المعروفة أن في زمن القديم حيث كان هنالك سوق النخاس، وحيث كان العبيد يباعون، فيخلون العبيد على درجات، يجي المشتري يشوف هذا العبد مثلا عضلاته مفتولة، بعد شباب يجي من عنده شغل. ليش كانوا يشترون العبيد؟ حتى يشتغلون لهم، حتى يخدموهم. فحسب عضلات العبد وحسب شبابه كان يخلوه فوق، يعني هذا هواي غالي، مثل ما الآن في الفواكه الشكل يسوون، أو في بعض البضائع الأخرى شيء الأغلى والأفضل يخلوه فوق. واحد أجا شاف فريش شاب مفتول العضلات، يبين عليه خوش يقدر يشتغل، بس مخليه تحت. قال له هذا مريض؟ قال له لا ما بيش. يجي من عنده شغل؟ قال ممتاز. قال ليش مخليه تحت سعره أقل؟ قال إيه، لأن هذا بالسنة مرة واحدة يكذب، بالسنة مرة قحط. أكو ناس باليوم 20 مرة يكذبون، هذا بالسنة مرة يكذب مو مشكلة، اشتريه سنة مرة يكذب مو مشكلة. فإجا اشترى وداه للبيت، خوش كان يشتغل له، وثق به تماما، لا يكذب عليه ولا يهرب من العمل، والشغل مهما كان صعب عليه. إلى بعد سنة فرد يوم إجا قال تدري فلان جماعة، فلان عائلة، فلان قبيلة، هذول هجموا على ولدك وذبحوه. ابني؟ قال لي ابنك هذا، هم شيل السيف اهجم على الجماعة. صارت مقتلة عظيمة بين العائلتين، وأريق الدماء، وسقط قتلى. بعد شوي شاف ابنه اجى، اجى علي، مو انت قلت، انت قلت ابنك قتلوه وانا شفت انه ذبح. قال ما قال لك اللي باع، باعني لك انه بالسنه مره واحده يكذب، هذا كان وقت الكذب مالي، كذبت عليك. يعني حتى لو بالسنه مره يكذب يمكن يسوي فرد فتنه كبيره في المجتمع. المجتمعات المؤمنه بصفتهم مؤمنين، الايمان يغلفهم، يعني يمنعهم من الانحراف، يمنعهم من الفسق، يمنعهم من الكذب، يمنعهم من الفتنة، يمنعهم من الظلم. يا أيها الذين آمنوا. لكن الفاسق باعتبار أن إيمانه ضعيف، إيمان الداخلي، فهو مثل رطب لا غلاف عليه، لا جلد له. إذن بسهولة يمكن بسبب خوف، بسبب إغراء، بسبب طمع سوي له فرد فتنة. في التاريخ هواية صاير، وربما كل يوم تقع حوادث مؤسفة ومؤلمة بسبب أن فاسقاً يصدق. المشكلة الرئيسية مو في الفاسقين، المشكلة الرئيسية في الذين يصدقون الفاسقين. استفاد واحد كذاب والناس ما يصدقون، خليهم شو يكذب بالشارع. لكن المشكلة المؤمن يوم اللي يصدق الفاسق. لذلك الخطاب هنا ليس للفاسقين، يا أيها الفاسقون لا تكذبوا، لا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والغريب في تعبير إن جاءكم فاسق، عادة الفاسق دوافع شيطانية، إما مصلحة شخصية، أو يريد يقين فتنة، أو يريد يؤذي بعض الناس، فهو الذي يأتي إلى المؤمنين. يعني في قضية آدم وإبليس، آدم ما ذهب إلى إبليس لكي يستشيره هل آكل من هذه الشجرة أم لا، إنما إبليس هو الذي أتى إلى آدم. أي وقت شفت فرد واحد إجاك أنت الشاك في دوافعه بينصحك في نصيحة تبين، مو بسرعة تقبل من عنده. ليش جاي عليه؟ أنت شكو اللي جاي عليه، ليش على غيرك ما رايح؟ ليش أنت؟ وعادة ما الفسق والكذابين يأتون إلى السذج من الناس، لتصير ساذج، لتصير. المؤمن لا يلدغ من جحر، كم مرة؟ مرتين.
أنا دائما أقول مع الأسف إحنا نردغ من جحر واحد مليون مرتين، لا يردغ المؤمن من جحر مرتين. ليه تصير ساذج؟ أولا لأنه فاسق، فخذ بالاعتبار يمكن أن يكون معك أيضا كذابا، كما هو يكذب مع الله ويتظاهر بالإيمان ولا يلتزم بمتطلبات الإيمان. وثانيا شوف الدوافع ماله شنو، ليش جاي عليك ويقول لك هذا الكلام، ايش يريد يسوي، ماذا يريد أن يعمل. إذا إن جاءكم فاسق، مو أنت رحت عليه، إجاك الفاسق، لأن هذا شغل الفاسق أن يأتي إلى المؤمنين. وأيضا في حول هذه الآية، طبعا في كثير من الآيات القرآنية لها موارد معينة، بس المورد ما يغير الآية، رب العالمين ينزل الآيات حسب حوادث معينة، لأن القرآن كتاب حي، مو شخص قاعد في غرفة ودي يألف فرد كتاب، كتاب يرتبط بحياة الناس المتحركة. ولذلك كانت تنزل الآيات بحسب حوادث، هذه الحوادث تبين الظروف الموضوعية لهذه الآية ونتائج ما حدث، يعني هم العبرة موجودة وهم القيمة التي يبينها الله في هذه الآية. الوليد بن عقبة عنده مشكلة مع بني مصطلق، اتفق النبي مع بني مصطلق على أن يعطوا مبلغ من المال كل عام في وقت معين، أرسله النبي وهو من صحابة رسول الله، أرسله النبي إلى بني مصطلق، عنده مشكلة وياهم قديمة، يطالبوه في زمن الجاهلية بثأر، كان قاتل واحد من عندهم، فيخاف من عندهم، دافع أن يعمل فتنة وأن تقع مجزرة بحق بني مصطلق. إجا، بعضهم يقولون لا الرجال كان ساذج، شاف الجماعة طلعوا برا فخاف يردون يأخذوه بالثأر الذي عليه ويحاسبوه، فرجع إلى النبي قال الجماعة ارتدوا، ما مستعدين يدفعون لك، ما يعملون بأمرك يا رسول الله. تمرد على النبي، ومن ثم عدم العمل الاتفاق الذي بينهم وبين رسول الله. المسلمون جردوا سيوفهم، النبي قال صبروا، أرسل واحدا آخر، فذهب ذلك الشخص إلى بني مصطلق، سألهم أنتم ما تردون تدفعون اللي اتفقتوا مع النبي؟ قالوا لا احنا ما عندنا مانع، احنا شفنا هذا جاي من قبل النبي، طلعنا نرحب به. لكن دافعه كان شيء ثاني، هذا الرجل وليد بن عقبة دافعه يريد يسوي مجزرة في بني مصطلق. ونزلت هذه الآية، إذن هذه الآية نزلت في واحد من صحابة رسول الله. الغريب أن الجماعة يوم اللي يجيبون هذه القصة كل ساعة يقولوا وليد بن عقبة رضي الله عنه، فاسق هذا رضي الله عنه، بنص الآية فاسق، ينزلون رتبة رسول الله وينسبون إلى النبي ذنوب كبيرة، لكن يبرئون الأصحاب، لا ما يصير هذا، ممكن بسبب معين والله تاب. وين؟ ماكو في الآية القرآنية أنه ثم تاب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الله دي يعطي شهادة فسق بالنسبة لواحد من أصحاب النبي. هسه غير سورة المنافقين وغير هالقضايا هذه، في أصحاب النبي أيضا كانوا منافقين، وأكبر المنافقين كانوا في أصحاب النبي، لأن المنافق والفاسق الذي يكون حول رسول الله ومع ذلك ينافق ومع ذلك يفسق، هذا أكبر الفاسقين. واحد لسه ما شايف النبي، مو عند النبي يفسق، غير اللي في حضور النبي، سيد من خلق الله وسيد أنبياء الله، مع ذلك يكون منافق أو يكون فاسق. أكو طبعا رواية أخرى، ولعل الحادثتين صحيحتين، وهي أن إحداهن اتهمت ماريا القبطية بأنه يأتيها جريح القبطي من أهل مصر، يدخل عليها، حتى أنهم اتهموا بأن إبراهيم سلام الله عليه ابن رسول الله ليس منه، يعني هذا الكلام قالته تلك المرأة للنبي
أن يأتي جريح إلى ماريا وإبراهيم ليس منك. النبي يريد يبين الشيء الصحيح الذي يجب أن نعمله. النبي نحن نعرف أن كثير من الأمور يعرفها، لكن إنما يعمل بالأيمان والشهود كما قال في حديث، قال أنتم لا تجون تشهدون عندي بشيء كذب، أنا أعمل بالظاهر. يعني لا يكون اثنين يجون يقولون هذا البيت مال فلان ومو فلان، يوم أن النبي يحكم يقول النبي حكم، والنبي من لا ينطق عن الهوى، إذن ما قاله صحيح مال هذا. قال لا، أنا أعمل بالأيمان والشهود، أنا أعمل بالظاهر، ممكن الواقع أعرفه بس مكلف بأن أعمل بالظاهر. هذا الاتهام كان خطير جدا. أولا اتهام امرأة مؤمنة ومن أمهات المؤمنين وهي ماريا القبطية سلام الله عليها، وثانيا اتهام بأن إبراهيم ليس ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فطلب النبي عليا وأعطاه السيف، قال إذا رأيت جريح عند ماريا القبطية فاضرب عنقه. قال يا رسول الله أنا عند أمرك مثل السفود، سفود هاي الحديدة اللي يدخلوها بكباب أو الدجاج اللي يردون يحموه على النار مثل السفود، أتثبت أم لا؟ النبي قال تثبت، يعني مو بس ما تشوفه تضرب عنقه. فجاء الإمام عليه إلى مشربة أم إبراهيم، وإذا بهذا الرجل طلع منك، شاف الإمام علي سيف ذو الفقار بيد أمير المؤمنين، شرد راح صعد فوق نخلة، طاح من النخلة على الأرض، ارتفع ثوبه، تبين أمسح، ما عنده شيء، مو رجال، أمسح. قال يا علي إحنا عادتنا أنه الجب يعني المخصي هذه يودوه حتى يخدم النساء، أنا أرسلوني لخدمة ماريا القبطية، ما عندي شيء، مجرد تهمة كانت. حينما عاد علي وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله لقد تثبت، رحت وراء البينة شوف الحقيقة، قال نعم ما فعلت. ثم قرأ النبي هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. شلون نتبين؟ طبعا هذه الآية عامة لجميع المسلمين، هذه قضية عرفية، تتبين بأن الظروف المحيطة بالخبر شوفه صحيح ولا لا، هذا الخبر اللي دا يقوله ممكن أن يقع أو غير معقول. اسأل الآخرين، ليش احنا عندنا قضية شاهدين عادلين؟ ليش عندنا الشياع؟ ليش عندنا تثبت الشخص إذا شاف؟ عندنا وسائل للتثبت، عندنا وسائل للتبيين، فهذا أمر عرفي وحسب الأمور. شيء خطير يحتاج إلى تبيين خطير، شاهدين هم يكفون. إذا أجوا قالوا أن جيش لجب الآن ده يهجم على هذا البلد، فرد واحد أجا قال، خبر الواحد حجة أو لا حجة؟ ممكن حجة بس مو في كل مكان، أنه جاي فرد جيش يريد يهجم على هذا البلد، لازم نثبت، لازم نرسل عيون نتأكد من الموضوع، لأن القضية خطيرة، قضية حرب هنا، قضية دماء هنا، قضايا ترتبط بالدماء، قضايا ترتبط بالأعراض. ما يصير واحد شلون ما كان يمشي، ليش احنا فقدنا في قضية الزنا 4 شهود يشهدون بأنهم رأوا كل شيء، وأربعة إذا 3 إجوا واحد قال أنا ماري أشهد، الشهود 3 يضربوهم يجلدوهم، لازم 4. قضية خطيرة لها ربط بالأعراض، اتهام امرأة، ولذلك قضية التثبت هنا تبينوا، هنا يحتاج إلى تبيين مهم واهتمام بالموضوع. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ليش؟ كثيرا ما القرآن الكريم يبين العلة والسبب. طبعا هاي قضية اجتماعية، والقضايا الاجتماعية مهمة جدا، لأن المجتمعات أحيانا تصاب بأمراض عن طريق الفاسقين، عن طريق المنافقين، لا يمكن شفاؤها،
تقع مشاكل كبيرة بسبب كذبة. أساساً أنا أريد أسألكم، قضية إخراج أبونا آدم من الجنة كان بسبب شنو؟ بسبب كذب. تقول هاي كذبة بسيطة، شلون بسيطة؟ قضية وصاية الإمام علي سلام الله عليه، قضية غصب السيدة الزهراء كذبة. إنا معاشر الأنبياء لا نورث، النبي ما عين، هذا ما كان مقصوده، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، في الكذبة بسيطة. لذلك 50 آية في القرآن الكريم علم ضد الكذب وإدانة الكذاب، كذبة. فقضايا اجتماعية يحتاج إلى تبيين وحسب الأمر. فتبين، ليش نتبين؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. احنا عندنا احيانا فرد واحد يخطط لمعصية، من انا طالع الى دولة ثانية راكب طيارة حتى يرتكب المعصية، مخطط لها مرة، لا ما رايح وراء المعصية بس جت المعصية إلى، هذا بجهالة، هذا بدون تخطيط. يقول القرآن الكريم لازم تتثبتون وتتبينون من خبر الفاسق، لأنه حينئذ يمكن أن تصيبوا قوم، أن تقتلوا ناس، أن تصادروا أموال، أن تعملوا فتنة كبيرة بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طبيعي اللي يرتكب فرد ذنب، خاصة ذنب اجتماعي، خاصة ما يرتبط بحقوق الآخرين، يندم. فلكي لا تندموا يا جماعة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. زين، هاي الآية القرآنية ترتبط بالأفراد أو ترتبط أيضا بالجماعات بالنسبة إلى هذا الوضع اللي احنا نعيش فيه في القرن 21؟ هم هاي الآية لها ثقلها وخطورتها وأهميتها أكثر من أي زمان آخر. نحن بحاجة إلى العمل بهذه الآية المباركة. ليش؟ لأن سابقاً كان فرد كذاب، فرد فاسق، فرد منافق يجي على 5 6 من الأشخاص ويكذب عليهم يسوي فتنة. اليوم مؤسسات الكذب والدجل عبارة عن مؤسسات ضخمة بالمليارات، هذه القنوات الفضائية، القنوات الخبرية التي أغلبها تتبع أصحاب المال مخطئاً فاسقاً فاجراً منافقاً، لكن ظاهراً مسلم ارتكب جريمة قتل. كل الحديث عن الدين، عن الإسلام، شوفوا مسلم يا عم، الإرهاب والقتل وإراقة الدماء لا دين له، لا دين له. هتلر هم نقول احنا المسيحيين قتلوا 70 مليون في الحرب العالمية الثانية، الدين المسيحي قتل 70 مليون، مع أن هتلر تحت الصليب المعقوف كان يحاول تسخير الكرة الأرضية واحتلال كل بلاد العالم، لكن ما نتهم المسيحية وما يجوز تتهم المسيحية. في كل المجتمعات هنالك من يرتكب ذنوب، يرتكب آثام، يرتكب جرائم، لكن وكالات الأنباء، هذه المؤسسات الإعلامية الضخمة، شلون توجه الخبر إلى الدين، إلى الإسلام، إلى القرآن؟ أنا هاي نتيجة تعاليم القرآن، هذا معنى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما يصير أنت من خلال وكالة أنباء، قناة وحدة، أو هالأيام أكو مصدر جديد واتساب، عمي هذا الخبر من وين جابه؟ واتساب. من يقول صدق؟ وكم من الأخبار اللي تجيك عن طريق واتساب كذب، خاصة المصدر شوفه من وين، الدافع ماله شنو، دافع شيطاني أو دافع رحماني؟ وبعدين يوم اللي دي يقول لك هذا الخبر دي يبعدك عن الله أو دي يقربك إلى الله؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وصلى اللهم على محمد.